شكرا يا منى وتحية طيبة لكم مشاهدينا في كل مكان، أحييكم في جولتنا الفنية والمنوعة لهذه الساعة فأهلا بكم. ممثلة مصرية شابة لفتت الأنظار إليها بجمالها الهادئ وحضورها المتميز، وأيضا ببراعتها في تجسيد العديد من الشخصيات المتباينة بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة. خطواتها الواثقة مشاهدينا على طريق النجومية رفعت أسهمها بين الجماهير والنقاد يلي بتوقعوا إلى مستقبل واعد بعالم الفن. برحب بضيفتي باستديو اليوم على الحرة الفنانة الشابة آيتن عامر، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك فاتن. شو معنات آيتن بالبداية؟ آيتن معناها وجه القمر بلغة تركية. أوكي، وأنت قد فيك من الأتراك آيتن؟ صاحبة مامتي بس هو ده اللي فيا من الأتراك. الشكل بتحسي قريب، بتحسي الشخصية، نحن كثير بنتابع هلا مسلسلات. لا أنا بالنسبة لي دلوقتي تركيا يعني مهند يعني سمر يعني نور، وأنا مش شايفة إن أنا شبه أي حد فيهم. وعاصي كمان. وعاصي يمكن. بتتابعي؟ بحب الدراما التركية. طب وشو ليه اسم آيتن؟ يعني اسمك الحقيقي؟ صديقة والدتي كان اسمها آيتن، وهي مامتي هي اللي اقترحت الاسم ده على بابا، بس للأسف إن بابا هو بيسجلني في الشهادة ما كتبنيش آيتن. شو كتب؟ سمر. سمر. بتلاقي قريب منك اسم تركي سمر برضو. حلو سمر تركي برضه. بتلاقي قريب اسم سمر منك ولا بتلاقي آيتن أقرب؟ لا حاسه بعيد قوي، عشان كده مش ما كنتش بحب حد يقوله لي في المدرسة. بتحبي آيتن؟ قوي. آيتن عامر، السنة فينا نقول إنه 2011 ثبتتك كإحدى بطلات نجوم الجيل الجديد. بصي يا كلمة بطلات دي كلمة كبيرة قوي، أنا أقدر أقول إن أنا لسه في الأول ولسه بتعلم، وهفضل لحد آخر يوم في عمري بتعلم، وكلمة بطلة دي هتبقى كتير قوي عليا، أنا شايفاها لسه مش شايفة إن أنا دلوقتي ما استحقهاش، يعني يمكن إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرم في الكام سنة الجايين لو عملت شوية أعمال تستاهل اللقب ده ممكن أوافق عليه، لكن دلوقتي أنا مش شايفة نفسي في المرحلة دي. الجيل الجديد عم بتلاقي فيه منافسة قوية اليوم بيناتكم؟ للأسف بقت قوي قوي الفترة دي تحديدا، مش عارفة ليه، يمكن السنة اللي فاتت كانت أهدى واللي قبلها كانت أهدى، أو يمكن الموضوع ده بالنسبة لي شايفاه أوفر، يمكن عشان السنة دي يمكن مرحلة مهمة في حياتي. صحيح. فشايفة إن في منافسة جامدة جدا بيني وبين زميلاتي. طب يعني إذا بدنا ناخذ السنة آيتن، أعمالك إن كان تلفزيونية وحتى سينمائية بنحكي عنها هلا، بتشوفي شو بتشوفي بآيتن السنة ما شفتيه يمكن بالسنوات اللي قبل أمام الشاشة؟ شو بتشوفي بحالك تغير؟ شو بتشوفي وين شكلي انت؟ شكلي بيتغير سنة عن سنة، وأنا عايزة أقولك إن أنا مش حباني خالص، مش حابة شكلي السنة دي، يعني ما بتفرج على صوري وبشوف الأعمال اللي كنت عاملاها قبل كده عاجبني مثلا شكلي في الديلي اكتر من كده النسا بالجزء الاول والثاني يعني. لا بالجزء الثالث لانه متصور لا السنه اللي فاتت. كمان متصور قديم صح. فيعني حاسه ان لا انا كل سنه حاسه اني ابتديت اكبر، عارفه مع اني لسه متخرجه السنه اللي فاتت، بس حاسه اني برضه ابتديت اكبر. بترفضي تاخدي ادوار الامومه او لا خالص؟ انا لا. عملت دور ام في الديلي وانا كنت لسه في ثانيه جامعه. لا لانه الدور فيه مراحل وبتاع، بعدين ما فيهاش مشكله ما دام شكلي يبقى مقبول عند الناس. ليه هتاخدي هيدا الدور مثلا؟ ما دام شكلي بس قبله يعني مقبول عند الناس ان انا يشوفوني معايا بيبي اتس اوكي، لكن لو شكلي مش لايق عليه استحاله هغامر بحاجه زي كده. طب خلينا نبلش بالاعمال. شارع الهرم عم يعرض حاليا. yes. فيلم سينمائي، خبرينا عن دورك فيه، وما خفت تكوني راقصه شعبيه بفيلم في راقصه نحن كثير بنحبها هي دينا، يعني ما خفتي ترقصي قدام دينا بفيلم في دينا؟ بصي يعني دينا يعني رقص الشرقي. صحيح. فيفي عبده يعني رقص الشرقي، يمكن كمان مدام فيفي كانت تسبق دينا. بالنسبه لي الاثنين دول بجد هم اجمد حاجتين حصلوا في رقص الشرقي من اول ما قلنا يا رقص في مصر. ولوسي كمان مقدم لها كمان طبعا شور. بس انا كايتن لما جيت اشتركت في الفيلم ده قلت طب يعني هعمل كده ولا ما اعملش كده، طب اشوف الأول، شفت الورق لقيت الفيلم حلو، في كوميديا لايت، كوميديا بتتقدم بشكل كويس، مش مبتذل قوي زي بقيه الافلام يمكن اللي اتعرضت مع نفس الفيلم في نفس الوقت. الفيلم حقق نجاح انا ما كنتش متخيله، مع ان دوري متشال منه حوالي 3 او 4 مشاهد بس مهمين كانوا جدا بالنسبه لي، بس هم لقوا ان لازم المشاهد كتيره تتشال مش لي انا لوحدي، لناس كتير كمان، لان الفيلم كان 3 ساعات ونص فكان كتير قوي، فشالوا مشاهد كتير جدا. حتى بعد ما المشاهد دي اتشالت بيسالوكم قبل ما يشيلوا المشاهد؟ لا ولا لا؟ انا اتفاجئت. انا دخلت السينما اتفاجئت، الماستر سين الوحيد اللي انا عملته في الفيلم متشال. ما بس ما قدرتش اتكلم لان خلاص الفيلم اتعرض والفيلم ناجح محقق اعلى ايرادات، يعني مشهد ما قصرش يمكن كتير. صحيح. بس طيب بتعرفي ترقصي بالحياه الطبيعيه؟ انا بعرف ان المصريات كتير بيحبوا كل البنات بيعرفوا يرقصوا دلوقتي، كل البنات بيعرفوا يرقصوا. ما تدربتي على الرقص للفيلم؟
لا لا لا, لا. كفايه اني بتفرج على دينا على فيفي عبده, يعني كل الناس اللي بيتفرجوا عليهم. انا شخصيا بحب دينا جدا, يعني يمكن مدام فيفي اخر حاجه شفتها لها كانت بترقص فيها بجد قراقصها, يعني كان حزمني, كانت مسرحيه اتعرضت كتير جدا وانا دخلتها فوق الست مرات. دينا طبعا عمري ما فوتت لها فقره في فرح, يعني لازم ابقى قاعده حاضره بتفرج عليها. طب سينمائيا غير شارع الهرم شو عم بتحضري, شو في جديد, وين رح نشوفك؟ انا دلوقتي بصور فيلمين كمان غير شارع الهرم, بصور فيلم اسمه بنات العم, ده فيلم بطولة الثلاثي احمد فهمي وشيكو هشام ماجد, التلاتة هم اللي كاتبين قصة الفيلم وهم اللي عاملين سمير وشهير وبهير. صحيح. معانا نجوم كبار في الفيلم, ومعانا بعمل فيه دور راقصة برضو بس راقصة مختلفة شوية. والفيلم التاني اللي بصوره برضو دلوقتي فيلم اسمه ساعة ونص, تأليف استاذ احمد عبد الله واخراج استاذ وائل احسان. ومين كاست العمل وشو هو وشو القصة؟ بصي هو شبه شوية فيلم الفرح كباريه, مجموعة ممثلين كبيرة جدا, بطولة جماعية. بالظبط, نجوم كبار معانا, ناس كتير, يعني مش هقدر اقولهم لك لان هم 35 اسم. حلو. واخاف اقول اسم انسى اسم. طب فيلمين ذكرتي, فيلمين سينما دورك راقصة فيهم. بس مختلفين. مختلفين. شو الاختلاف؟ اقول لك الاختلاف ايه, ان هنا انا عامله الراقصه اللي اوريدي راقصه وما اضطرتش لده وعاملاه في فيلم كوميدي, هنا برضو الفيلم كوميدي بس الموضوعين مختلفين تماما, حتى اداء الراقصه هنا غير اداء الراقصه هنا كومبليتلي ديفرنت. طب على اي اساس بتختاري او بتوافقي على السيناريو الفيلم او مسلسل؟ بناء على العمل كله مش على دوري بس, لان انا دايما لازم اشتغل. مش يكون دورك مختلف عن الدور اللي عملتيه قبل مثلا؟ لازم يبقى مختلف, وحتى لو شفتيني عامله الدورين في نفس بالظبط الاثنين رقصه, بس شوفي بقى رقصه هنا وشوفي رقصه هنا, الاختلاف حتى في شكل اللوك اللي انا طالعه بيه هنا غير اللي انا طالعه بيه هنا. قريت شيء باحدى الويب سايتس يعني اللي عم بقرا فيها عنك, انه كان في فيلم اسمه غرفه سته او شيء هيك, اعتذرتي عنه, شو القصه؟ صحيحه؟ هو الفيلم ده تعرض عليا قبل كده وانا اعتذرت عنه, واول ما دخل في حيز التنفيذ برضو تعرض عليا وانا برضو اعتذرت عنه. شو السبب؟ لا ما فيش سبب, بس يعني انا حاسه ان مش حاسه نفسي في الدور فما حبيتش. ثلاث افلام بزياده بالسنه؟ لا خالص بالعكس, السينما تعلي ما تنزلش, يعني السينما غير الفيديو, يعني انا عملت مسلسلين السنه اللي فاتت ومسلسل اتعرض معاهم كان مؤجل فبقوا ثلاثه كتير, يعني جرعه كانت كتير قوي على الناس, لكن الحمد لله اللي فادني في دان الادوار كانت مختلفه تماما عن بعض, بس حتى لو الادوار هتبقى مختلفه انا يهمني ان انا في السينما ابقى مركزه اكتر, ما اعملش غير الدور الحلو اللي انا حاسه نفسي. انعرض عليكي شيء عن ثوره 25 يناير؟ اتعرض عليا ونفذت فعلا فيلم. هو كان فيلم قصير اسمه حكاية مصرية, تأليف وإخراج أستاذ دكتور أسامة عشم, هو مخرج مسيحي وهو أصلا من إنتاج الكاتدرائية, كذا قص مشترك في الإنتاج, وهو كان إنتاج مسيحي بتنفيذ إسلامي, يعني كنا فيه ميكس كلنا مع بعض مسيحيين على مسلمين, كنا بنشتغل إيد واحدة فعلا بجد, وعاملين فيلم عن الثورة بطولة أسامة منير المذيع الشهير بتاع الأف أم, ومعنا أشرف مسلحي وطفل صغير اسمه محب, وعاملين قصة بطل, يعني الأبطال بتوعها بس أربعة اللي هم إحنا. حلو. أيتن شو سر 2011 بحياتك؟ ليها النشاط الفني اللي كتير بهالسنة برأيك؟ والله ما عارفه, يمكن السنه اللي فاتت ربنا بيعوضني عن اللي حصل لي, لان انا اشتغلت عملين والعملين ما تعرضوا. هيدا هو. طب فرح العمده ايمتى حينعرض؟ عارفه فرح العمده يعني سون على الحياه تي في ان شاء الله. ليه تاجل اكثر من مره؟ والله ما اعرف, يعني الاسباب فعلا احنا ما نعرفهاش, يعني لا الانتاج ولا الممثلين ولا الاخراج يعرف حاجه عن سبب التاجيل, كل اللي بنعرفه ان قبل رمضان بيوم بنكتشف ان ما فيش مسلسل. وانتوا ما عندكم شيء تقولوه؟ ما فيش اي حاجه, تخضعوا للامر الواقع. بالزبط. ثلاث مسلسلات شفناك فيهم برمضان 2011, اكيد النسا وايضا لحظه ميلاد والدالي ثلاثه. بالزبط. ما كانوا كتار لانه بكل واحد كنت عم تمثلي بطريقه كثير حلوه وغير عن الحمد لله. ميرسي. انا حبيتك كثير بكيد النسا وتبعتك. في جزء ثاني حسب ما عرفت, وانا حسب ما عرفت ان في جزء تاني, بس برضه حسب ما قريت, لان انا برضه لما قريت اكتشفت ان في جزء تاني, بس انا ما كنتش عارفه. واسمك ما تروح فيه؟ ما اكيد اسمي ما تروح فيه, انا اصلي موعوده, يعني بصي في الدالي الجزء الاول ما كناش ناويين يبقى في جزء تاني, فافراح ابليس في اخر حلقه اكتشفنا كلنا ان في جزء تاني برضه وما اتعملش, وفي كده نسا برضه خلص لقينا في جزء تاني, فانا مش عارفه ايه حكايتي مع مسلسلات الاجزاء. طب بتحبيها يعني بتامني فيها او بتحسي المسلسل لازم يكون جزء واحد؟
والله فتا على حسب التنفيذ وعلى حسب القصه هتتكتب تاني ازاي. انا ممكن لو كده الناس هلقيت دوري فيه في جزء تاني مش حلو هقول لهم مش لعبه. عادي مش هشتغل. طب بالدالي انحكى كتير انه الجزء الثالث كان منه بقوه الجزء الاول والثاني، انت مع هذا الحكي وشو بتشوفي؟ انا شايفه ان الجزء الثالث ده احسن جزء كتب فيه الدالي بغض النظر عن الاول والثاني. شو السبب؟ والله ما اعرف، بس هو كان ليه طعم خاص، خصوصا ان هم ما طلعوش سعد الدالي زي ما بيطلعوه كل مره البطل الذي لا يقهر. لا مطلعينه الدنيا بتيجي عليه وبيفتقر وبيبيع املاكه وبيتبهدل. انا شايفه ان دي شخصيه طبيعيه مثل باب الحاره مثلا، يصير هيك انه خلص مفروض يكون على الشاشات بكل شهر رمضان. لا ما اعتقدش، ما بيصير هيك. لا لا لا، باب الحاره طعمه مختلف واحنا طعمه مختلف، احنا لينا جمهورنا، باب الحاره ليه جمهور. تبعتي باب الحاره؟ خالتي وامي ما بيفوتوش حلقه. وايتن؟ ايتن ما بفهمش اللغه للاسف، اللي كانت انا ماليش فيها يعني، بالعافيه بفهم الكلام اللي بيقولوه السوريين في الدبلجه بتاعت مسلسلات التركي، لكن للاسف انا كتير كلام بيقولوه مش بفهمه. بس قد ايه معجبه بطريقه تمثيل الممثلين في باب الحاره بصراحه، يعني يخضوا. ايتن عملتي دور الصعيديه بافراح ابليس، بتحبي هيدي الادوار؟ اه، مع ان اللهجه برضو كانت عائق فظيع بالنسبه لي، بس بيقولوا كتر التمرين بيفيد ويعلم الشطار. فانا بتلاقي حالك بهالادوار؟ مش بلاقي حالي، انا حسيت ان الدور جديد عليا وده اللي انا بدور عليه. يعني دايما فاتن لما ببقى بختار دور بشوف فين الجديد وتلاقيني رايحه عليه بغض النظر عن اي حاجه تانية. طب بالثلاث مسلسلات اللي انعرضوا لك بشهر رمضان المبارك، ايه بتحسي اكثر شيء حبوا العالم في ايتن؟ كده النساء يمكن حبوكي فيه، حظ على اعلى نسبه مشاهده هو والدالي، بس يمكن شخصيتي في الدالي محبوبه من الجزء الاول الحمد لله. بس اللي جالي عليه كومنت جديد، اللي انا عملت فيه جديد والناس قبلته وحبته، اللايت كوميدي اللي عملته في كده النساء، وعلى فكره كان غير مقصود تماما وكان كتير حلو. اه، ما نحكي عن لحظه ميلاد، بتحس ان ظلم المسلسل ولا اخذ حقه ولا كان لازم يكون مشاهد اكتر من هيك؟ والله لحظه ميلاد انا شايفه ان هو كان ميعاد عرضه كويس واتعرض على قناه المفروض انها متشافه نايل دراما، بس يمكن الظروف اللي بيمر فيها التلفزيون اليومين دول المعلنين خافوا يعرضوا اعلاناتهم على التلفزيون المصري. طيب مواطن اكس اعتذرتي عنه. آه. اليوم بعد مرور شهر رمضان المبارك ومواطن اكس حقق جماهيريه كثير حلوه برمضان وانحدر ومن المسلسلات اللي كثير بيقولوا انه نجحت، ندمتي لعدم المشاركه فيه؟ وبصراحه بصراحه شديده لا لا، او كان نفسي ابقى فيه. إيه؟ لا بصراحه شديده بجد لا، بس كان نفسي ابقى دور تاني غير اللي جالي. اي دور كان؟ اي دور، اي دور. للاسف ان الدور اللي اتعرض عليا كنت عملته قبل كده، ذاتس واي انا اعتذرت. لكن لو كان بجد الدور حلو او كان دور تاني مختلف عني كنت عملته جدا. طيب مثلت امام اختك شقيقتك وفاء عامر بالدالي، اليوم ايتن بعد 2011، لانه بنعتبر انه هالسنه هي نقطه تحول بحياتك ان كان سينمائيا وان كان تلفزيونيا، لانه اثبتت كثير شو فيك تعملي يعني على الشاشه وبمختلف الادوار. بتتفادي تتواجدي مع وفاء عامر بادوار او بمسلسلات؟ خالص بالعكس، انا بحب اشتغل معاها، بس مؤخرا بقيت اتضايق لسبب، لان هي بلاقيها مركزه معايا انا اكتر ما هي مركزه مع نفسها، فبتصعب عليا. معقول يكون في منافسه بينك وبين وفاء؟ لا خالص، ده انا عملت مشهد وحش وهي عاملاه حلو قوي، ممكن هي اللي تروح تقول للمخرج انا عايزه اعيد علشان ايتن عاملاه وحش. وحصلت قبل كده على فكره، يعني كان في مشهد كان في مسلسل اسمه دموع في نهر الحب، وكان في مشهد مهم قوي وكان اخر اليوم وانا كان عندي برد وكنت مناخيري كانت مقصره على صوتي وجسمي كان تعبان، فما كنتش فعلا قادره اعمل المشهد حلو. راحت للمخرج قالت له احنا صورنا ده صح؟ قالت له، قال لها اه. قالت له ممكن بكره من فضلك لو خلصنا بدري نعيد المشهد تاني لان انا ايتم مش عاجباني فيه. قال لها والله شايفه كويسه. قالت له لحضرتك تشوفه، بس انا بطلب منك طلب، لو قدرنا يا ريت تقدر تعمله. وفعلا اليوم ده خلصنا بدري وعدنا المشهد. وعدته. طب ايتم يعني انحكى اول ما بلشتي تظهري انه وفاء عامر هي السبب بدخولك على مجال الفن وامام الشاشات وبلكي واسطه بلكي فرضتك بلكي كذا كذا كذا، كيف واجهتي هدول الاشياء؟ واجهتهم ان انا بعد ما تخرجت على طول من الثانويه العامه قدمت في معهد الفنون المسرحيه، والدكاتره نجحوني ما كانوش يعرفوا ان انا اخت وفاء عامر، وده كان اكبر اثبات للناس كلها ان المعهد ده يا جماعه الدكاتره دي لو كانوا عارفوا ان انا اخت وفاء عامر اصلا ما كانوش خدوني المعهد.
لان هم لا يؤمنوا بالواسطه وما بيحبوش الجو ده خالص على فكره. ولما دخلت طلعت الاولى على الورشه ومتخرجه من المعهد في 4 سنين ما سقطتش ولا سنه الحمد لله، ومتخرجه بتقدير عام جيد جدا. فالحمد لله جدا. انا فنانه يعني. انا فنانه وعضوه نقابه ومعايا شهاده ودارسه وعندي موهبه الحمد لله. في كتير من الفنانين اليوم بالجيل الجديد هن ابناء الفنانين الكبار اللي نحن معودين عليهم، بتحسي انه راح يكونوا امتداد ل يعني امتداد ل لزويهم يا اما حيكونوا يفرضوا نفسهم هن، يعني ما يكونوا مثلا شبه بيهم او شبه امهم؟ والله ما بتفرقش، بس اهم حاجه ان يبقى ليكي شخصيتك المستقله. مش مهم انك تبقي بنت مين، يعني مش مهم، ما انت يعني عندك مش ضروري نشوف الابن بالبي بالابن بالظبط. لا، ناس كتير عندك بيمثلوا بطريقه مختلفه، يمكن اللي احنا ظالمينه وبيقول بنقول ان احنا ان هو بيمثل زي باباه هيثم احمد زكي، بس هيثم ما بيمثلش زي باباه. هيثم لون مختلف وطعمه مختلف، الشكل بس والاسم هم اللي مخليننا شايفين الولد بيقلد باباه، بس بالعكس انا شايفه ان هيثم بيمثل بطريقه مختلفه جدا عن احمد زكي. عينك عمين بالسينما امام مين؟ كل الاحمدات اللي ممكن تتخيلها في حياتك. مثل احمد حلمي، احمد السقا، احمد عز. وعدي بقى. حبيت بدي اتشكر وجودك معنا بس اليوم، عشان رايت العمل شرفتينا. ثانك يو.